تقدر تحصل على شيفروليه جروف 2023 بأقل من 60,000 معروض اليوم الوطني مع التوكيلات. السلام عليكم، حياكم الله متابعين مربع نت من جديد. بمناسبة اليوم الوطني 93 أدام الله علينا وعليكم بالعز، توكيلات مسوين عروض على شيفروليه وجي ام سي هنا عند معرضهم. وقبل أن نبدأ العادة تسلم لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد مع المربع نت، ويلا نبدأ. وعندنا شيفروليه جروف 2023 تحديدا فئة ال تي، سعرها شامل ضريبة 59,900 ريال. تتميز السيارة من الداخل ان شكلها جدا عصري، فتلاحظ كيف التطريز باللون الاحمر مع اللون الاسود، والشاشة تدعم ابل كار بلاي، عند الجير سي في تي مع محرك 1.5 لتر. فنتكلم عن سيارة عملية للمدينة، اربع ارباقات، دفع امامي، مقاعد جدا مريحة، وهذه شكلها العصري. والحين ننتقل الى كابتيفيا الجميلة هذه، محبوث الجميع تحديدا فئة ال اس، سعرها شامل ضريبة ب 66,900 ريال. اللي يميز الكابتيفيا والناس تحبه كثير لان حجمه الخارجي يعتبر نوعا ما صغير، ولكن في الداخل فيها مساحات جدا كبيرة، الى درجة حاطين لك صف ثالث في الخلف يكفي شخصين. ايضا من الاشياء اللي تميز السيارة هذه المحرك 1.5 لتر تيربو تشارج مع جير سي في تي، فالخلطة تعتبر شوي توفيرية للوقود، فاللتر الواحد مشيك 13.4 كيلو. ومعنا البليزر تحديدا فئة الارس، وهذا يسموها كومارو الكروس اوفر، سعرها 177,900 ريال سعودي بعد ضريبة. يتميز البليزر تحديدا فئة الارس بالشبك الهجومي، زاد محرك 3.6 6 سلندر معروف من شيفروليه، وشوف معي الجنط الجميل، جنط مقاس 21 ضخم جدا، زاد اللون الاسود معطي فخامة للسيارة. من داخل البليزر تحديدا فئة الارس، شوف كيف الفخامة الموجودة في السيارة، الى درجة تتحكم بحرارة المكيف عن طريق الفرار هذا، وزاد تفتح وتقفل المكيف، ستايلها نفس الموجود في كومارو، طبعا ماخوذ من الطائرات النفاذة. شاشة 8 انش، المقاعد الموجودة فيها بحكم ان فيها تعتبر رياضية شوي، جاب اللون الاسود، فيها كذا شادو احمر جدا جميل مع خطوط حمراء، ايضا سماعات بوز. والحين ننتقل لعروض جي ام سي من عند توكيلات ايضا، نبداها مع جي ام سي تيرين تحديدا فئه الاس ال اي، سعرها شامل ضريبه 113,900. ابرز التجهيزات الموجوده في جي ام سي تيرين من الداخل، بدايه مع شاشه ترفيه تدعم ابل كار بلاي، عندنا ايضا نظام اون ستار، هذا النظام اللي يساعد السائق في حال حوادث لا سمح الله وحالات الطوارئ بشكل عام. داخليه الجي ام سي تيرين جدا جميله، معطيه طابع جدا جميل، مع ان حجم السياره صغير ولكن من الداخل فيها رحابه جدا جميله. من الصف الثاني في الجي ام سي ترين، مكيف واصل للخلف، فتحتين يو اس بي تايب اي للشحن، ايزوفكس موجود، هذه التكايه الوسطيه. تعال شوف الشنطه. الترين من الخلف تحديدا في هذه تجي مع بوابه كهربائيه، فمعناها ما راح تتعب في تحميل وتنزيل الاغراض، طبعا مساحه جدا هائله موجوده للتخزين، زائد تقدر انك تنزل المرتبه نفسها زي ما شايف، تصير عندك مساحه ممتده بشكل رائع جدا، والارض زي ما شايفين فلات قطعه واحده. والحين ننتقل الى الاكاديا 2023 تحديدا فئه الاس ال اي، سعرها شامل ضريبه 135,900. والفئه هذه تجي محرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو تشارج، اكيد يولد 230 حصان تكفي السياره وزياده. ومن داخل الاكاديا تجي تخشيبه موجوده عند كب هولدر، موجوده هنا ايضا في الداشبورد، طبعا الجير الموجود فيها ازرار، خلينا نقول كذا تحطها الدي تسحبها ريفرس والبارك، من هنا تقدر تغير بين النمر. تميز الاكاديا انها سياره العائله، إذا عندك أطفال أو تحتاج مساحات تقدر تروح إلى الصف الثالث، عندك كرسيين إضافية، فنتكلم عن 7 ركاب. الحين معنا السيارة تحديدا فئة الإليفيشن 2022 دفع رباعي، سعرها شامل ضريبة 169,900 ريال، وأكيد يجي محرك الـ V8 5.3 355 حصان. تعال نشوف الجير، الجير من 10 سرعات، سريع جدا في التبديل، وفي بادل شفت خلف المقود، طبعا مع الداشبورد الجديد من جي ام نفسهم. هنا كل التحكمات اللي تحتاجها، بداية من الزر هذا، هذا قبل ما تدخل بر لازم تطفي الارباقات كاملة في السيارة، فبالزر هذا الحساس اللي مسؤول عن ميلان السيارة اللي يحس انه ممكن تكون قلبت، تفصله بحيث انه تطعس براحتك زي ما تبي. هنا عندك حفاظ على المسار، عندك حساسات، وهنا تفتح بوابة الحوض بضغط الزر، منع انزلاق وتشغيل واطفاء عند الاشارة، وهنا مساعدة في النزول في المنحدرات. وبكذا كنا غطينا لكم عروض اليوم الوطني مع التوكيلات عن شيفروليه وجي ام سي. اذا حاب تستفيد من العرض في رابط اسفل المقطع، ادخل وعب بياناتك والشباب بيتواصلوا معك باذن الله. اليوم الوطني، الله يديم علينا العز والامن والامان. شكرا جزيلا،
شير المقطع ما أحد حاب يتعرف على العروض اليوم الوطني مع التوكيلات. أنا عبد العزيز، أشوفكم على خير، مع السلامة.